فهنتكلم في حتة العدسات اللاصقة في مركز التركي بالنسبة لنا. تمام. إيه علاقة التسويق مع مركز التركي؟ علاقة التسويق مع مركز التركي، هو عامة التسويق الإلكتروني دلوقتي ده يعني أخد مساحة كبيرة جدا. تمام. في كل حاجة، في أنواع التجارة وفي كل المجالات. تمام. في حياتنا كمان عموما، في كل حاجة يعني، احنا كل حاجة عندنا بقت سوشيال ميديا، خصوصا بعد الظروف اللي بنمر بيها من ظروف فيروس كورونا المستجد وكده، فبقت موضوع التجارة بالذات بقينا كلنا اتجهنا للشراء الاونلاين اكتر. تمام. طبعا ماشي، يعني عندي كذا مجال من المشروعات، ولكني مجال البصريات ومجال العدسات اللاصقة بالذات بالتعاون مع شغل مركز التركي للعدسات اللاصقة، كان من الحاجات اللي استهوتني ان انا اشتغلها في التسويق الالكتروني، علشان دلوقتي العدسات، طبيعة العدسات عشان انا اعرضها واسوقها كويس يعني لمركز كبير زي مركز التركي، مركز تركي للعدسات اللاصقة هو موجود وليه مقر ومن اكبر الموزعين في الشرق الاوسط من 1999. فلما بيكون داخل الواقع الافتراضي، داخل وسائل التواصل الاجتماعي، فأنا رايح لعميل جديد، أنا بظهر نفسي كأن كل الفروع اللي عندي على الواقع الحقيقي الأرض حاجة، وإن أنا داخل السوشيال ميديا فأنا داخل لناس عندها 15 16 17 سنة، من أول الأعمار لحد الكبار جدا بقى نستخدم السوشيال ميديا. طب أنا الحس الفني بقى في عرض العدسة، يعني دي حاجة تجميلية وبتخص معظم الستات أكتر كمان يعني، فأنا لازم أعرضها بشكل كويس، لازم تكون بتعبر عن مركز التركي جدا، لازم كمان إن هي يعني كلها حاجات فيها ألوان، فيها حاجة جمالية، فيها لمسة. فده هي لما كانت الأول السيدة أو البنت بتنزل تروح المركز علشان تختار العدسة، متاح في مركز التركي فريق مدرب كويس جدا، فريق بصري عنده المعلومة وعنده الذوق وعنده الطريقة والمعاملة الكويسة للتعامل مع العميلة. طب ده في الواقع، طب ازاي ده أطمن العميلة اللي داخلة تسأل على عايزة تشتري، عايزة تستفسر، عايزة تفهم، يعني ازاي انا اوصل لها ده ان انا اعجبها برؤية العين، ثم تسأل فتلاقي رد، ثم تحس بالمصداقية. فكل الدائرة دي بتكمل بعضها على السوشيال ميديا، يعني في ترابط ما بين المكان على الأرض والمكان في الواقع.